شايف يظهر لي استنينا برشا باش نتعديو للديجستاسيون اليوم. ماذا بينا ملي بدات تطلع الريحه رانا بدينا نذوقوا. دونك يعطيهم الصحه ديجا كملوا في الوقت. هو المنيو سهل ماهوش صعيب معناها. وانا جبت كعيبه قارس بالحسن جابها لي من المرشي باش نعصروها على كالشربه. ها يا شيف نبداو بالشربه الحوت. ميسة تو بالنسبة للمنيو بتاع اليوم سهل يعطيهم صحة قدوا رواحهم. هو راهو تو اليوم تو سي لو جو كي فا فيغ لا ديفيرونس كهو خاطر في المنظر صحيح اللي في المنظر بخيسك ما فماش فرق كبير. اي باهي انا عصرت القارص اللي علي عملته كهو اي هذايا بتاع شكون شايف؟ هذيك بتاع بالحسن. باهي نبداو نذوقوا الشربة تاع بالحسن. ديجا نشوفوا التكستور موزوزة شوية ديجا. مطعم الحوت موجود بالقدا بالقدا. باهي نشوفوا الشربة تكستور جارية أكثر شربة مولية. بنانا توست سبعة تعديو الشكشوكة ساعة دريساج كما حبيت ولا ايش شايف؟ هاي باهي والعظمة طايبة كما حبيت؟ هاي العظمة طايبة. باش نذوقوها هكا شايفة ما تم بعد نخصو فيها بالخبز. أنا وصينا على الخبز. شقولك في الجو؟ والله شايف الزوز يعطيهم صحة. هوني أونكور أون فوا أعقد من هوني. أعقد شوية يعني. في الزوز في الشربة وحتى في الـ في الـ في الشكشوكة هوني أعقد، مي الزوز بنين. شايف يزرب يزرب للديسير شايف. أما فما حاجة واحدة نساوها الزوز. اللي هي. اللي عندهم على البوز دو ترافاي وما حطوهاش. شنو هي شايف؟ نعناع شايف. إي حطيت شايف في الشربة. لا نعناع الشاي هي في الشكشوك في الشكشوك. انا في الشربه حطيت شويه نعناع. اي انت النعناع قريت النعناع اللي حطيته في الشربه بعد ما طعم شوربه الحوت. هذاك علاش جات نتاع بالحسن مطعمها اقوى بال نتاع حوت. باهي دونك ديجا شوفوا اللي موني الدقله من الفوق زادتها هكا في الديكوراسيون مع شويه جلجلين. وانا في الوسط بالحسن جوست في الوسط كهو. ما حتى هي زادها في الوسط موجود. حطيت في الوسط ومن فوق تعرف ما يسا تعمل معاه كويس البن خبز ودراع دليل هذاك باش نتابعوا في بعضنا زمنا.
كيف حسيتوني تتر اكثر مواليز من داخل ناش شايف كان معايا في الحكايه هذه ولا لا اي شويه بركة فوالا هوني حسيتها شايحه اكثر شويه هوني اكثر مواليز هوني تتقرمش اكثر وهنايا اكثر طريه مي سينو الباقي الكل يعطيكم الصحه بالحق بنين برشا ماذا بينا كان نجمو نكملوا لازمنا نسكروا الحلقه بتاعنا عليه ميس الوقت الحاسم عندك انت المنيو نتاعك والشكشوكه ما يظهر لي انا مانيش نجم نعطي نوت كيف كنت شايف علاش باش نقلك انا باش كامل ناكل الدرع ما همش بعد على بعضهم معناتها بصراحه معناتها قدوه على قعدنا فريمون يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة زوز كاتو ياسر بنين يعيشك صحة قولي عندك فورماتريس في الباتيسري بالحق ياسر 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 بنين حسيته طري وطري موالو وبنين برشا وانت طلعت زاد مهفة هو يسوفي يتبعوا لي روسيت يتبعوا لي روسيت على قاعدة ينجموا يشرب وانا فريمون اليوم فريمون بالنسبة لي انا الشكشوكة نجحتوا فيها صح شايف ونشكر حب نشكر حسيتك انت من الاول في انا تفجعت على الشكشوكه باهي نشوفوا مع بعضنا لينات يلا هزوا لينات وريها الكاميرا هذا النوت بتاع الشيف وجدي دونك شيف وجدي عطاكم لا لا سيريوز معناتها فريمون فماش حاجه تغي على حاجه يعني بالحق الزوز كيف كيف التكستور نتاع الشربه نتاعك باهيه برشا انت الجاتو بتاعك أبن شوية في التكستور زادة مي كي تجيو تشوفوا الزوز معناها يعطيكم الصحة كيفاش كانت الاكسبيريونس معنا؟ سافا سافا فرحانة على الأخر حسيتها على الأقل كنت ستريسي شوية من بعد حسيتها خفيفة الحصة خفيفة ما فقتش بالوقت ديجا أنت قلت لي ما فقتش بالوقت جبلة أنت كي تقول ما زلت ربع ساعة درجة يا ربي إن شاء الله ما تقولش وأنت بالأحسن الاكسبيريونس كانت تحفونة على الأخر وتعلمت برشا حاجات وأنا اليوم ما عرفت تروا روسيت مع عند شيف وجدي وخدمت عليهم إن شاء الله بون كونتينياسيون باش نعاود نزيد نطور فيهم نجيبهم ماخي إن شاء الله إن شاء الله وبون كونتينياسيون في قرايتك وإن شاء الله نراوك هكا إن شاء الله إن شاء الله ناجح أوكي شيف ميرسي اللي كنت على هالمنيو البنين هما زوز على كل حال ربحين معنا وعندهم دي كادو من عند ريمينغتون وريسيلوبس دونك هذايا ليك انت ميرسي عايشه عملنا لي توست بنين برشا التوست بتاعك هذايا ليك انت بالاحسن شيف وين نجمو نلقاوك؟ سنتر دو فورماسيون كامارت سنتر دو فورماسيون نجيو نعملوا فورماسيون في البنينه مرحبا بك قول لي بالاحسن نحب نقدم ديديكاس للمايكوف على حساب العمل هذي والصغير بتيك على لونيت اللي جيت بها حضرت بها اليوم يا عيني يا عيني يا عيني وانت عندك شكون تقدم كهو نحب نشكركم انتم ويعطيكم الصحه نحب نشكر ليك في الكل وكهو يا عايش ميرسي ليكم انتم زوز نتقابلوا احنا الجمعه الجايه في نفس الوقت باي باي وشهيه طيبه